انا شخصيا كنعتبرها على انها دوره يعني فيها واحد الى جانب البطء في التعاطي مع العديد من القضايا. كاين هناك يعني شح تشريعي، واخا كاينه بعض المشاريع ولكن راه كاين فيها كنرجعوا دائما لغرفه التسجيل، كنعتبروا المؤسسه هي عباره عن غرفه تسجيل. كاين هناك يعني فشل في تدبير الازمه اليوم اللي كيعرفها الجميع، واللي هي الازمه ديال الغلاء في كل المواد. كاين هناك يعني ضرب القدرة الشرائية، وكاين خطابات مرفوعة لا علاقة لها بالواقع، لأن الواقع هو أنه الناس كيعانيوا من ضعف الخدمات، من الولوج للصحة، من الولوج للتعليم جيد، من ضرب القدرة الشرائية ديالهم، الشيء اللي الحكومة ما جاوبتش عليه. أولا بخصوص هذه الضوات، يعلم الجميع أنه يسيطر على معظم توقيتها قانون المالية، وبالتالي قانون المالية لسنة 2024 خدا واحد الحيز كبير من الزمن التشريعي خلال هذه الدورة. ما نسجله هو أن هناك كان هناك نقاش أيضا حول النظام الداخلي للمجلس، واللي اليوم الكل يتجه نحو إرساء مدونة للأخلاقيات على أن تكون مدونة كاملة وشاملة وأن يتم تضمينها في النظام الداخلي، أيضا هذا كان فيه نقاش. كان هناك نقاش في قوانين أخرى، لكن الملاحظ من ناحية تشريعية أن الأداء التشريعي كان متواضعا جدا بمقارنته بالدورات التي تتعلق بالدورات الخائفية من كل سنة، فهذه السنة كانت متواضعة جدا من حيث الأرقام المتعلقة بالتشريع. نسجل وبأسف أيضا أنه بما يتعلق برئيس الحكومة حضر من أصل 4 جلسات جلستين فقط، نسجل وجود وزراء لم يحضروا إطلاقا في جلسة الأسئلة الشفوية، نسجل أن قطاعات حكومية حضرت مرة واحدة، لم يسبق خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن حضرت كل القطاعات المعنية. وهنا نناقش اليوم على أنه ما يتعلق بالأقطاب وبحضور الأقطاب يجب التراجع عنها، لأن الحكومة مساءلة ككل، إضافة إلى عدم التجاوب مع مقترحات القوانين، برغم بأن الأصل في التشريع هو أصل أن يأتي من مجلس النواب لا من الحكومة، لكن الحكومة ولسوء الحظ أنها لا تتفاعل إجابا مع المبادرات الشيعية التي تأتي من أعضاء البرلمان، وبالتالي فيمكن الحديث عن تغييب مقترحات القوانين. نهيكم عن التحكم في مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالتشريع والتي لها طبيعة مباشرة بالتغول العددي للأغلبية. الدورة هذه بالنسبة للدورة البرلمانية هي بحال اللي جا في العرض ديال رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية البارح، أن بالنسبة لنا الحضور ديال الوزراء هو كان حضور محتشم، يعني خص الحضور ديال جميع الوزراء لجميع الدورات باش يمكن لهم السادة البرلمانيين يقوموا بالمراقبة ديال الحكومة. مع الأسف حال الحضور ديال رئيس الحكومة كان 2 مرات في الدورة الخريفية، وهذا يعني دائما حنا في الفريق الاشتراكي كنبهوا له باش خصها تكون واحد التوازن مؤسساتي بين المؤسسات البرلمانية والمؤسسات التنفيذية باش يمكننا نزيدوا قدام. فيما يخص تقييمنا ان الدورة التشريعية اللي اختتمنا اليوم الثلاثاء، صراحة هي دورة تشريعية كانت تزخر بعمل دبلوماسي، سواء فيما يخص مراقبة العمل الحكومي عبر الأسئلة الشفوية، عبر اللجان الموضوعاتية، عبر الاجتماع في اللجان الدائمة، كذلك ضمنت المصادقة على نصوص وعلى مشاريع قوانين مهمة، واللي كيزيد أهمية أنها نصوص ومشاريع قوانين في القطاعات الاجتماعية كالصحة كالفلاحة كالتعليم إلى آخره. وكذلك اللي ميزها الدورة هو الرسالة الملكية السامية اللي وجهها من المنتدى الوطني بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي، واللي كانت صراحة الرسالة ضمنت توجيهات سامية مهمة، والمجلس باشر على الفور المناقشة ديال مدونة أخلاقية البرلمان،
وغادي يكون واحد التعديل فيما يخص القانون الداخلي ديال مجلس النواب، وغادي يتضمن واحد العدد ديال الامور بناء على التوجيهات الملكيه الساميه، واللي غتكون كلها كتصب في تخليق الحياه السياسيه وربط المسؤوليه المحاسبه ورد الاعتبار ولا مثلا تجويد العمل السياسي بكل مرافقه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.